Mosaïk FM Podcast. سايس خو الأحمد الرياضي. هذا البرنامج حلال الأحمد الرياضي بمساهمة حتى الشيء. أي العم حتى شيء حتى شيء لمزي العربي. أعزائي المستمعين، سيدي خويا كرة القدم والعمود الفقهي ثلاثة أنواع والأشياء. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الحمد الرياضي. يا حميدة يا غالي، بالله العظيم كل مرة نزيد نتأكد اللي انت محلل غول، عندك دخلات جميلة وغريبة ورهيبة. يلا هات نبداو لحمد الرياضي بمقابل المنتخب التونسي. مرة مقابلة عداوة اي سيدي خوي، مقابلة من احسن مقابلات المنتخب. اما مع شكون؟ مع غينيا. هات قبل ما نحكيو على المقابلة سيدي خوي، خلي جميل الدخلاوي يحكينا بالقدي على غينيا. فهمتني سيدي خوي؟ دخلاوة البيع غينيا. نعم غينيا. غينيا في الاصل كلمة بيزنطية، هنالك من يسميها غينيا في بلاصة غينيا. كيف جاءت كلمة غينيا؟ نعم اتركوني اتحدث عن تاريخ هذه الكلمة. زوز مبنكين في الحومة فدوا قالوا شبينا هكا، قالوا ياسر غينيا ليامات او غينيا. نعم يجي يقولوا عندكش فلوس، يقولوا والله مغين عليا، او كذلك يقولون مغين عليا. هذا هو تاريخ كلمة غينيا. يا جميل جميلة منك. يلا بعد المقابلة هذية لازم منتخبنا بحول الله المقابلة جاية اللي عنده ضد الكابفير لازمه يربح. اي مختار سيدي خوي، ان شاء الله نكزوها مع الكابفير. هو الكابفير هذاك اللي يقولوا له الراس الاخضر. يا حميدة بيان سور هذاك هو الكابفير، هو راس الاخضر. وشكون ما يعشق القول الكبير اللي تقول راس الاخضر دادا عايشة، وإلا راس الأخضر قريب ربي. يلا يا حميدة هات خلنا نمشيو الموضوع الثاني في الحمد الرياضي. الأخبار الثاني سيدي خويا اليوم في الحمد الرياضي هو نبيل معلول رسميا ولا مدرب الترجي. يا حميدة كما قلت رسمي نبيل معلول في الترجي، أما المشكلة مساكن توا جماعة الجزيرة قالك ما عندهم حتى محلل. شبيك واحد ولا وزير وداخل رجع لسبيرونس، أشكون مش يحللها الجزيرة توا؟ ريت سيدي خويا مختار قعدوا بلاش محلل. أما فما طاقات شابة سيدي خويا يحبوا يخدموا عندهم سيدي خويا. توا أنا وياك ما نجموش نخدموا في الجزيرة، تبارك الله سيدي خويا أنا وياك نجموا نخدموا حتى في لورسبور سيدي. بيان سور يا حميدة يا غالي، شبيك أنا وياك أحسن زوز محلين على الساحة الرياضية الآن. أي مختار بهيش ظاهر علينا، شخليهم الشنات يتجارة ورانا. أما اسمع، قالك أكثر جماعة خايفين توا كي رجعنا بيه المعلول للترجي تعرف شكون؟ الحكومة سيدي خوي. بيان سور يا حميدة عند الحق تخاف الحكومة. يا أخي قبل كيانا الاسبيرونس الصار ما بعد زوز بارتيات جات الثورة، قالك الحكومة هذه ترعش، قالك إن شاء الله ما جيش فلوسنا نحن. جميلة منك مختار سيدي خوي. هات نمشي للخبر الثالث اليوم في الحمد الرياضي واللي هو انهزام الملعب التونسي. فهمتني يا حميدة؟ ولو اني نعرفك تحب استاد، لكن الموضوع ذا نحب نحكي فيه. يا حميدة شنو تو كل ما تلعبوا في زويتو راكم قاعدين تخسروا، ثاني مقابلة تلعبوا في زويتو وثاني مقابلة تخسروها. خويا بدلونا بلاصة العب في بلاصة اخرى. ليه مختار سيدي خويا؟ الملعب التونسي مش مشكلته وين لعب. الملعب التونسي المشكلة الوحيدة اللي عنده لازم مدرب كيفي انا سيدي خويا. الماني ثلاثة انواع ويفهم في كرة القدم. بيان سور يا حميدة، الملعب التونسي في حاجة لمدرب كيفك انت، وكذلك في حاجة لمساعد مدرب كيفي انا. حميدة يقول لي امور ولد جميل هكا انت باش دبل خديمة وانا معاك. غرابي كان صحة العملية بالله العظيم تنشورك براسة معانا. يلا غرغر سايس خو مدعيك فان بودكاست.